السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا احنا مازالين في موديول 9 Implementing Local Storage، فقبل ما نكملوا فما تنساوش واحد الحاجة مهمة، لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل ديالي، فباش يوصل لكم كاع الجديد اللي كنديروا، كاع لي فيديو اللي غادي نبقى نحط جدادين. فاول حاجة شنو شفنا في الفيديو اللي داز، شفنا لي تيب ديال لي ديسك، قلنا كاين جوج ديال لي تيب ديال ديسك، كاين جول هنا، كاين تيب ديسك، ماشي هادي مازال ما نهضروش عليها دابا. كاين تيب دو ديسك، كاين جوج، كاين قلنا ديسك بيزيك ديسك وكاين ديناميك ديسك. فمزيان، فداك ديناميك ديسك هضرنا على البيزيك. البيزيك قلنا شحال يكون الماكسيموم ديالو، هو 4 ديال لي بارتيسيون، يعني شحال هنا 4 ديال لي بارتيسيون. وكاين هنا كيكون واحد هنايا كتكون فيها 500، هنا ما قلناش شحال كيكون فيها هنايا ديال هذاك، يعني هاد هنا فانا كيكون فيها 512 بايت، واش ما نساوهاش، يعني هاد 512 بايت كتكون في الاول ديال الهارد ديسك، الهارد ديسك هي اللي كتبوانتي على راه لي بارتيسيون، كتقول في راه بارتيسيون برايمري في راه الاكستندد. وباش نزيدو نكريو بزاف ديال لي بارتيسيون، درنا واحد لي بارتيسيون اكستندد ودرنا على حتى هي الام بي ار ديالها، وهذا كيولي كيبوانتي على الام بي ار، والام بي ار عاد كيبوانتي على لي بارتيسيون اكستندد. فمزيان، وقلنا كاين تقدروا نكريو 63، يعني الماكسيموم 63 درجه ديال لي بارتيسيون. فقلنا هاد الام بي ار تقدر تكري غير 4 ديال لي بارتيسيون، فجات هاد جي بي تي، هاد جي بي تي تقدر تكري حتى اكثر من 2 تيرا، وتقدر تكري حتى 128 بارتيسيون. الا جينا هنا 128 بارتيسيون، يعني ها هي 128 بارتيسيون في ديسك دو. فمزيان، فهاد الام بي ا شنو كتعني؟ هي ماستر بي ا، شنو كتعني ماستر؟ يعني ماستر بوت ريكورد، يعني شنو كتعني ماستر؟ عندها دي ريكورد، علاش؟ على البارتيسيون على ماشي على الديسك ديال كامل ام بي ا. مزيان، فدابا شفنا البيزيك، دابا هضرنا على البيزيك، مازال ما هضرناش على الديناميك، دابا هضرنا على البيزيك، احنا سالينا هضرنا على البيزيك وجينا لهنا وكرينا واحد البارتيسيون. ها هي باش كنكريو واحد البارتيسيون، هنايا زدنا واحد لي ديسك ديال ونكريو بارتيسيون، كرينا واحد البارتيسيون، وهنا هو عطيناها الاو، يعني ها هي الاو. هنا الا جينا نكريو واحد بارتيسيون جديده، نيو سيمبل فوليوم، ها هي، ونكريوها عاوتاني نعطيوها شحال ما بغينا، يعني على حسب نقدروا نمسحوا هاد، نجيو لهادي، هادي نقدروا نديروا لها، نقدروا شنو نديروا لهادي؟ اما نديروا لها شرينك، شنو كتعني شرينك؟ اما شرينك اما اكستندد فوليوم، هي نزيدوا فيها، يعني غادي نزيدوا فيها شحال غادي نزيدوا فيها. وبالنسبه للشرانك شنو كتعني؟ هي غادي نقسموها بحال دابا هذه 19، غادي نديروا لها شرانك، نحيدوا منها واحد، ها هي غادي نحيدوا منها، ها هو نقدروا نحيدوا منها شحال ما بغينا، نديروا هنا غير 10، نديروا 10، نديروا شرانك. ها انتم الى كتلاحظوا تحيدت 10، بقات 8، يعني شحال بقات؟ بقات فيها 8، وهذه واحد حتى هي زادت هنايا، يعني بحال غادي نقصوا من السايز ديالها. فمزيان، دابا غادي نشوفوا الديناميك ديسك. فبالنسبه للديناميك ديسك، هنا ديناميك ديسك، هذا بالنسبه للديناميك ديسك كيكون بالنسبه لي سيرفر وبالنسبه داكشي اونتربريز. اما بالنسبه للبيزيك ديسك، قال لك ديسك انيسيس فور بيزيك ستوراج، قال لك ديفولت ستوراج فور ويندوز اوبريتين سيستم، يعني داك الاوبريتين سيستم اللي كنخدمو به دابا ويندوز راه كنديرو له بيزيك ديسك. اما ديناميك ديسك فهو بي موديفايد ويزاوت ريستارتين ويندوز، نقدروا نزيدو نموديفيو بلا ما نديرو ريستارت الويندوز. وهنا بروفايد ا سيفيرال اوبشن فور كونفيغيري فوليوم، يعني وهذا كيكون، يعني هذا كنهضروا عليه على شي حاجه انتربرايز، يعني فاش كنهضروا على الديناميك ديسك يعني كنهضروا على شي حاجه كاينه في
الانتربرايز يعني شي حاجه اللي كنخدموا بها. اما بيزيك ديسك كيكون تقريبا غير اوبريتيف سيستم عادي. وهنا ديسك فوليوم ريكويرمنت انكلود اسيستنت فوليوم فور هاردوير سبيسيفيك فايل ذات ار ريكوايرد تو ستارت سيرفر وابوت فوليوم فور ا ويندوز اوبريتيف سيستم. فيعني شنو خص يكون في ديسك فوليوم يعني ذاك لي بارتيسيون. بارتيسيون يعني يقول لك اسيستنت فوليوم فور هاردوير سبيسيفيك فايل وخصنا واحد ديالاج ديال البوت. فمزيان فايلا جينا لهنا كنلقاو ديناميك ديسك. فهاد ديناميك ديسك اللي نقدروا نكريوهم شنو هما؟ كاين بزاف كاين نقدروا نكريو ديناميك ديسك مي سامبل فوليوم. هذه الاولى نديرو لها هكا غادي نخرجوا بواحد الخلاصه مزيانه في التالي بهاد ديناميك ديسك باش غادي نفهموا بها الريد. يعني الريد غادي نفهموا بها مع هاد لابارتي هادي. ف سيمبل فوليوم نقدروا نكريوها هادي سيمبل فوليوم يعني فوليوم عاديه يعني فوليوم عادي. عندنا واحد ديسك بحال اللي كري هنا وكنجيو نديرو سيمبل فوليوم بحال هكا سيمبل فوليوم عادي هنا نيو هنايا كنكريو هنا سيمبل فوليوم هنايا فهادي اللي مازال ما نيو سيمبل فوليوم عاديه. يعني وقبل ما نكريو سيمبل هادي سيمبل فوليوم نقدروا هنا هنايا كونفيرت تو ديناميك ديسك يعني تم كونفيرتيوها لديناميك ديسك. علاش كنكونفيرتيوها لدينا علاش كنسميوها ديناميك ديسك علاش شي حاجه ديناميك ديسك؟ فديناميك ديسك هي باش كنكريو واحد 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 البارتيسيون يعني نقدروا نكريو بارتيسيون بزاف ديال اش ديال بزاف ديال 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 لي ديسك دور. بحال كنخدموا بزاف ديال لي ديسك دور باش نكريو بارتيسيون وحده. هذا علاش كنسميوه ديناميك. يعني هنا عندنا ديسك دير هنا وعندنا هذا ديسك دير نقدروا نكريو بارتيسيون اللي تجمع لنا هاد جوج ديال لي ديسك دير كاملين ونبقاو تبقى تبان لنا بحال بارتيسيون وحده. يعني نجيبو ديسك ها هو ديسك واحد ديسك واحد وديسك جو نكريوهم كاملين نكريو واحد بارتيسيون ولا فوليوم ولا بارتيشن. يعني نكريوها على سميناها ديناميك. يعني نقدروا نكريو بزاف ديال نكريو بارتيسيون بزاف ديال لي ديسك. يعني نخدمو بزاف ديال اش ديال لي ديسك. فمزيان فهذه الاولى هذا سميناها ديناميك. يعني هذا سميناها ديناميك. فشنو شحال نقدروا نكريو سامبل نقدروا نديروا سامبل فوليوم يعني سامبل فوليوم عادي. يعني شنو هو سامبل فوليوم؟ رجعناها هنا ديناميك كراها رجعناها هنا حنا رجعنا غادي نرجعو هذا غادي نديروه ديناميك كونفيرت تو ديناميك نديرو غير هذا ها هو دابا ديناميك ونكريو واحد سامبل نيو سامبل فوليوم عادي بحال الاول يعني بحال داك نفس الطريقه الاولى غير سامبل فوليوم في ديناميك يعني بحال البيزيك حتى هو نقدروا نديرو غير ديسك دير واحد. فمزيان هذه الاولى هذه بالنسبه لسامبل فوليوم هنايا. دابا شنو غادي نديرو الثانيه بقات لنا الثانيه شنو هي هكا بالنسبة للثانية هي spend volume. فspend volume شنو كتعني هادي؟ هادي خص يكون عندك المينيموم جوج ديال لي هارد ديسك. يعني المينيموم جوج ديال لي هارد ديسك وكتكتب بحال هكا. يعني خصك هادي كتكتب يعني غادي نجيبو تلاتة ديال لي ديسك بحال هكا واحد جوج تلاتة هاهما. وغادي نكريو واحد الفوليوم يعني بهم ثلاثة فوليوم كامل هاو. هذا ديسك واحد هذا ديسك تو. حنا نفهمو شنو كتعني سباند ديسك تو وهذا ديسك
ليست 3 مزيان. فغادي نكري واحد سباند فوليوم، هادي كامله سميتها سباند فوليوم. فبالنسبه لهاد سباند فوليوم شنو كانت الداتا؟ راه فاش غادي نكري واحد الداتا كيفاش كتكتب؟ تكتب بحال هكا، كتسالي هادي هكا كتسالي، يعني كنكتبو واحد جوج. هاد الداتا الثانية، الداتا الثالثة، هنايا اكزوم. فاش كتسالى هذا كتجي عاوتاني لهنا، الداتا الرابعة، الخمسة، ستة، هنا سبعة، وهنا عاوتاني ثمانية. إذا شنو كتعني هادي؟ يعني فاش كيتسالى الأول كندوزو للثاني، تسعود، عشرة. يعني شنو كتوقع لهادي؟ يعني فاش كيتجمعو بحال اللي كنجمعو، نديرو ديسك 1 زائد ديسك 2 زائد ديسك 3 ونديروهم فين؟ في فوليوم واحد. يعني إذا كان هذا فيه 40 جيجا 40 جيجا 40 جيجا، فالفوليوم شحال غادي يكون فيه؟ 120 جيجا. يعني المشكل ديال هذا شنو هو غادي يكون؟ إلا حيدنا واحد، يعني إلا مسحنا واحد ديسك كلشي غادي يتمسح. يعني إلا مسحنا واحد ديسك يعني كاع كلشي غادي يتمسح، يعني كلشي غادي يتمسح. إلا درنا ديليت غير لواحد ديسك وما كاينش نو فولت توليرانس، ما كاينش لا توليرانس دو بان. شنو هي لا توليرانس دو بان؟ هي لا تاوندوماج لنا واحد ديسك، يعني الديسك الاخرين كاملين غادي يمشيو، يعني ما عندناش ولا الا تاوندوماج لنا واحد ديسك مع داك الداتا مشات، هاي كلشي مشى. يعني باش نكريو سباند فوليوم غادي نجيو لهنا، ها هي عندنا واحد، عندنا هادي نحطوها نديرو لها بحال هكا هكا فر 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 ديليت فوليوم ياس. ها هي هذا عندنا بيزيك، يعني بيزيك، وهذه يعني شنو غادي نديرو؟ هاد الربع، هاد الثلاثة هادو اللي تحت، وين تحولناهم ديناميك ما تنساوش، تديرو لهم هكا وتحولوهم بحال هذا، ديرو لهم هكا كونفيرت تو ديناميك ديسك. شنو غادي نديرو؟ هاد الربعة ديال لي ديسك كاملين غادي نكريو بيها شنو؟ غادي نكريو نيو سباند فوليوم هكا، نيو سباند فوليوم. شوف الى لاحظتوا شحال نقدروا نزيدوا هنايا، مازال ما عندناش نيكست، نديروا اد. يعني خصنا المينيموم يكونوا جوج ديال لي هارد ديسك، حنا نديروهم كاملين، يعني المينيموم خص يكونوا جوج، نديروا اد و اد، يعني اربعة، نديروا نيكست وهنا نيكست، ونديروا ان تي اف اس، خليوها ان تي اف اس، ونديروا السمية، السمية شنو نسميوه؟ نسميوه سباند هاكا. نديرو نيكست، نديرو فينيش، نديرو اوكي، ونعاين. هاو غادي فورماتينا هادشي بوحدو. يعني شنو قلنا؟ راه اللي كيكتب هنا هو اللي كيكتب هنا، يعني كيكتب واحد جوج تلاتة وكيكمل عاوتاني ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود وكيجي. يعني شنو كيدير؟ يعني وما كيكونش فيه توليرونس دو بان، وإلا حيدنا واحد ديسك يعني كلشي غادي يمشي، يعني الديسك كامل غادي يمشي. فرجعو هنا، يعني دابا هما كيتفورماطاو، يعني فاش غادي تسالى الفورمات غادي يبقاو يبانو فوليوم، غادي يبقاو يبانو غير فوليوم وحده، يعني فوليوم وحده غير، اللي ما خصناش نساوها هما هو هاد سباند فوليوم. هي كيكتب في ديسك، يعني كيكتب في الديسك الاول كيتسالى، كيكتب في الديسك الثاني كيتسالى، كيكتب في الديسك الثالث، وما كتكونش نو فولت توليرانت. ف نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو، نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله باش نشوفوا لابارت، نشوفوا الفوليوم ديناميك فوليوم اللي مازالين، يعني ونهضروا عليهم ونشوفوا الفرق بيناتهم. وفي التالي غادي نهضروا، غادي نديروا واحد الخلاصه، نخرجوا الريد، يعني نهضروا على الريد في التالي. يعني ونتمنى تبارطاجيو هاد لا فيديو، تبارطاجيو الفورماسيون مع اصحابكم ومع الناس اللي انتريسي بالفورماسيون. ما تنساوش سبسكرايب ولايك الشانل ديالي في اليوتيوب، والسلام عليكم.